الجوع والغضب من أكثر المشاعر توأمة واختلاط، ففي حال شعرت بالجوع وكنت تبغى تتأكد هل أنا جوعان أو أنا غاضب، طبعاً الحل أنك تسأل نفسك هل أنك تريد تفاحة مثلاً في هذا الوقت. إذا كان جوابك لا فأنت بس غاضب ما أنت جوعان، ففي التباس ممكن يكون علينا أحياناً نكون غاضبين بسبب الجوع، نكون جوعانين يعني عشان إحنا غضبانين، ويعني العكس صحيح. فطبعاً أكيد راح نتكلم في هذا الموضوع ونشوف إيش القصة ونعرف كيف نفرق بين الغضب والجوع وكيف هذا يأثر على هذا. طبعا رحب بالأخصائية النفسية الدكتورة فهدى باوزير، حياك الله فهدى. أهلا وسهلا، وحشتوني وشهر مبارك عليكم. يا هلا وسهلا فيك علينا وعليك يا رب. دكتورة فهدى خلينا شوي نتكلم عن اختلاط المشاعر الغريب هذا، يعني فعليا في ناس لما تزعل تدور الأكل تجوع فجأة، والعكس صحيح لما تجوع تلقينا زعلان خلاص مو قادر أحد يقول له صباح الخير، فإيش رأيك وكيف نفرق بين الجوع والغضب؟ طيب خلينا يعني نفسر أو مفهوم الغضب وعلاقته مع الجوع، إنه أساساً هو رد فعل فسيولوجي تلقائي يحدث في الجسم نتيجة يعني الشخص يشعر برغبة بالطعام، ووقتها لما الأشياء هذه تحدث في الجسم ما يقدر يسيطر عليها الإنسان فيحصل مشاعر الغضب. نعم صح. طيب أوكي حلو، أنا أتفق معك، ولكن أنا ما أقدر أنكر إني لما أسوي رجيم ولا ما أكل الأكل اللي أحبه خلاص أبدأ أعصب وأخلاقي تتغير ومزاجي مرة يصير سيء. يعني أكيد في يعني علاقة بين الجوع والعصبية، أنا ومجرد ما أكل وخصوصا لو أكلت الشيء اللي أحبه الحياة تصير مرة حلوة. طيب نحن يعني نربطها دائما من الناحية النفسية، أحيانا كثيرة لما نشعر بالجوع أو مشاعر أنه أحيانا نبغى ناكل بزيادة، أحيانا تكون عندنا شهية بزيادة، أحيانا يكون عندنا نقصان في الشهية، أحيانا لما نكون مصابين باضطراب الاكتئاب الناس يعني ينقسمون إلى نوعين، في أشخاص تكون عندهم رغبة في الأكل بحيث انهم يفرغون مشاعر الغضب والحزن تجاه الاكل وياكلوا كميات كبيره وبناء عليها يزيد الوزن. صح. وفي اشخاص اخرين يكون عندهم فقدان للشهيه فما ياكلوا ابدا، لما يحسوا بمشاعر غضب او مشاعر حزن ما ياكلوا فيصير نقصان في الوزن. هذه اذا كان الاشخاص يعانون من اكتئاب، لكن في اضطراب ثاني يسمونه بفقدان الشهيه العصبي، معناته انه الشخص ياكل 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 وبعد ما ياكل علشان ما يعني ما يكتسب الجسم سعرات حراريه يدخل اصبعهم في فمهم يعني بتعمد حتى يصير عمليه الاستفراغ ويخرج كل الاكل اللي اكله. هذه متلازمه البوليميا صح؟ بالضبط ايوه بالضبط. ف يعني هم جسمهم وزنهم كويس وكل الامور عندهم كويسه، لكن هم يشعرون مثلا الصوره الذاتيه انه وزنهم مو كويس او زياده عندهم في الوزن فيلجؤون الى الطريقه هذه تعمدا. سبحان الله نحن يعني نفسيتنا في الاكل تختلف، في ناس تقول لك انه انا لما اشعر بالغضب لازم اروح افرغ مشاعر الغضب هذه عن طريق الاكل، ليش؟ لانه اساسا هو هذا الشيء اللي قدامهم وما تعلمنا طرق اخرى انه كيف اتعامل مع مشاعر الحزن والغضب اللي موجوده عندي. نعم. لو لقينا طرق اخرى وعرفنا كيف نتعامل، ليش نفرغه مثلا عن طريق الاكل؟ ليش ما نفرغه مثلا عن طريق المشي، عن طريق ممارسه رياضه؟ يعني على قولهم كميه الغضب الموجوده عندنا نستخدم طرق أخرى للتفريغ، ليش ما نلجأ إلى الكلام؟ يعني أحيانا عن طريق المعالج النفسي أو تجلسي مع صاحبتك تتكلمي يساعد إنه تنزل كمية المشاعر السلبية هذه فتهدأ الأمور. في يعني دراسة نفسية في جمعية علم النفس الأمريكية سووا دراسة إنه كيف إيش أفضل الحالات النفسية أفضل الآليات النفسية في الحالات العاطفية لما يكون الشخص في مرحلة الجوع. سبحان الله لما وجدوا انه لما يكون الشخص في مرحلة جوع يكون عنده نظرته للمواقف ونظرته للحياة والاشخاص المحيطين اللي حوله بشكل سلبي. صح. غير لما يكون في حالة شبع، وسبحان الله لما يكون الشخص في حالة الشبع يصير توازن ويصير الشخص هادئ ويصير رايق ويقدر يتعاطى او يتعامل مع الاشياء. صح. فنحن لو نقيس على انفسنا نحن الان مثلا فترة الصيام
طول اليوم نحن صايمين. الناس ينقسمون حتى في الصيام مجموعتين، في مجموعه اللي خلاص انه انا صايم ولا حد يكلمني ويعصب ويطايق، ونشوفهم احيانا وقت الافطار لما تكون سريعين ويرجعون للبيت على طول. وفي ناس لا، وقت الصيام يستغلونه انه ما برمج نفسه على يعني البرمجات السلبيه هذه، انه انا صايم لكن اقدر انجز ويكون انجازي وعطائي اكثر. اللي متداول الان بما يسمونه بالصيام العكسي، انها تستغل فرصه الصيام انها تصوم 14 او 16 ساعه، بحيث حاطه في بالها ان الصيام يساعد يسوي على عمليه تنظيف الجسم من السموم او الديتوكس. الشيء هذا يساعدني اني انا اكون في حاله نفسيه جيده، فرصه انه يعني اكلون الاكل الصحي في الفتره هذه. إذا كان سمعت عن العصير الأخضر والأشياء هذه كثير تساعد إن تصفي الذهن، تصفي البشرة، الجسم يرتاح، وفرصة للتقارب. لكن غضب وجوع نحاول إنه إحنا ما نوصل لمرحلة الجوع. الجوع يعني كل 3 ساعات، كل ساعتين ناكل أي شيء بسيط يضبط السكر والهرمونات في الجسم، عشان إحنا نكون على طول رايقين. نعم، يعني يعني نفهم من كلامك فهد أن يعني عادي لو ان الواحد يفرغ طاقاته في الاكل او يكافئ نفسه بطريقه او باخرى ايا كانت الاسباب. يعني انا مثلا يومي طويل وعصيب، حتى لو اني مثلا توي تغديت بس احتاج اني افرغ مثلا الطاقات، عادي انه انا مثلا اروح اكافئ نفسي في مطعم احبه مثلا على سبيل المثال عشان تتحسن النفسيه، ولا تشوفين هذا الشيء سلبي؟ وش رايك؟ هو شيء حلو لما انت تكافئي نفسك، يعني بعد حاجه وبعد انجاز انت سويتيه حلو انك تكافئي نفسك، بس يا ترى كم مره حتكافئي نفسك بالاكل؟ يعني حلو عادي تروحين تكافئي نفسك مثلا انك تاخذين مثلا كوب قهوه، تاخذين قطعه حلا، يعني يكون كميات محدوده، او انك تطلبي اكل لكن بكميات محدوده. الفكره انه انا اكافئ نفسي لكن بكميات محدوده. نعم. كم مره حتكافئي نفسك؟ اذا بتكافئي نفسك كل مره يعني وسيله كفاءتك هي الاكل، حيصير زياده في الوزن. نعم. طيب دكتورة فهدة أبغى أسألك كمان، خلاص يعني إذا كان الإنسان وقع في هذا الفخ اللي هو الأكل العاطفي وصار عنده مشكلة زيادة وزن وارتبط عنده الحزن أو الغضب بالأكل، كيف يتعالج؟ كيف ينقذ نفسه ويخرج نفسه من هذا الفخ؟ حلو سؤالك كريم. أول نقطة لابد إنه نحن نعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا. نحن لما نمر في مشاعر سلبية كيف أساعد نفسي إنه أنا أسوي عملية تنفيس المشاعر السلبية؟ إما ألجأ إلى معالج نفسي يساعدني في مرحلة إنه أخرج من المشاعر السلبية هذه، إما أنا أطبق الطرق اللي أقدر عليها اللي هي التنفيس أو التفريغ بالكتابة أو إني أنا أمارس الرياضة. لكن إذا كانت هذه بالنسبة للتنفيس عن المشاعر، لكن إذا كانت لي رغبة إنه أو أنا طريقتي انه انا انفس عن الغضب اللي موجود عندي عن طريق الوعي، عن طريق الاكل، لابد اني انا اوصل لمرحله معينه اكون واعيه. هل انا اكل، يعني اسال نفسي هل انا اكل فعلا علشان انا افرغ الغضب اللي فيني والحزن اللي فيني، ولا انا اكل فعلا عشان انا استمتع؟ يختلف الحاجتين. اذا كان انا اكل عشان بس افرغ الغضب، ما هي وسيله غلط، يعني في النهايه حيزيد وزني، في النهايه انا حضايق من نفسي اكثر. لا، لابد نحن نكون واعيين انا اكل علشان ايش؟ نعم. علشان الاكل هذا يعطيني طاقه وانا استفيد منه اكثر، ولا انا انفس عن طريق اكل عشان انا انفس عن المشاعر غلط. فلو قسناها على المدى البعيد فما بتكون يعني طريقه مجديه فعلا. صح، بيكون شيء سلبي. صحيح دكتور فهد، بس قبل ما اختم معك على السريع سؤال طرى على بالي اللي هو بس تأنيب الضمير، لانه فعلا احنا اكل التفريغ عن الطاقات السلبيه وايا كان يجب بعد على طول تأنيب ضمير. ايش ممكن، كيف ممكن احنا نتحاشى هذا التأنيب؟ لانه التأمين ممكن، تأنيب الضمير عفوا، ممكن انه كمان يولد طاقه سلبيه اكثر ونقوم ناكل زياده، يعني ما كاننا سوينا شيء. فكيف احنا نتخلص من هالشعور؟ يعني بالضمير قصدك بعد الاكل؟ بعد الاكل، نعم. هنا لابد انه نحن نكون واعيين، نكون مدركين قد ايش انا حاكل، قد ايش حيضرني. فدائما نحاول فعلا عشان ما نرجع لطريقه انه انا اكل وهي ترى صارت زي معتقد عندنا، هي لما تكون مضايقه هي تاكل، هي لما تكون مضايقه هي تاكل، كأننا نعم. برمجنا عليها. لكن نلجا انه نحن نساعد انفسنا مهما مرينا بمشاعر. خلاص قولي اوكي انا عارفه ان الفتره هذه امر بمشاعر حزن، انا عارفه ان الفتره هذه امر بمشاعر غضب، لكن ما راح الجا لنفس الطريقه كل مره اني انا الجا للاكل. راح الجا امارس شيء ثاني يساعدني غير الاكل.
يعني سبحان الله الوعي والادراك يساعدك انك تتركين الشيء اللي انت ما تسينه، يعني في النهايه نحن ما راح تترك سلوكياتنا لسنوات بنفس أكيد. الطريقه. يعني صحيح لو طبعا. المره الاولى فعلا فرغتي عن طريق الاكل وزاد وزنك، ممكن المره الثانيه حتستوعبينه ترى بعد سنه سنتين او زاد يعني وزنك بعدد الزياده بالوزن الملحوظ، انت حتحزني على نفسك انه ليش انا لجأت للطريقه هذه؟ ليش صح. ما لجأت لطريقه ثانيه نعم. افضل لي؟ الغضب حلو لو نفرغه ترى عن طريق المشي، حلو لو قلنا نمشي نص حلو ساعه او ساعه نستبدل شيء الاكل بالرياضه، وهذا بالفعل ممكن يفيدنا اكثر ممن يضرنا، مو زي الاكل يعني. دكتوره فهده شكرا لك، وشكرا لنصائحك، وشكرا لوجودك معنا اليوم.